تصدقي دكتور دعاء ان انا دايما كنت ببقى عندي قلق من الادويه او من الكورسز الغذائيه دي لحسن تكون فيها كيميكلز، كل الحاجات اللي انت بتقوليها اعشاب ثمر يعني كلها حاجات ربنا طبيعيه. سبحانه وتعالى زي ما خلق الداء في الطبيعه فخلق له الدواء في الطبيعه، ففي مواد فعاله عشبيه مش مهم تكون بتنشا في مصر. يعني خلاصه الكوجاك هي يعني الكوجاك هي عشب ينمو في جنوب شرق اسيا. خلاصه العشب ده بنسب مركزه، وانا بيهمني قوي التركيز داخل الكبسوله، يعني لازم اكون انا عارفه ان ده في نسبه عاليه جدا من اوراق اللوتس والكريز. انا دراستي مفهماني ان ده هيعمل على نحت شكل الجسم، رسم الجسم، وكمان لما يضاف عليه نسبه عاليه يعني تركيز 6000 من الراسبري على الكورس ده، فدي الاعشاب اللي هتخدم لي الحاله. ما انا بقول ألف به نجاح الكورس المناسب اللي يخدم الحاله الصحيه والفئه العمريه. لا، تشخيص الحاله ده مهم، وعلشان كده انا الحمد لله يا رب بنجح مع حالاتي. انا ما بعلنش عن نوع ادويه وبرفض ده، تمام، وانا بيهمني المحتوى يخدم معايا الحاله الصحيه لمريضي.